تفاصيل المسلسل والكواليس اللي عدى عليكي وقبل كذا. المسلسل عبارة عن أبليكيشن بيتعرض لها ثلاثة كابلز, وإزاي الكابلز دول بيتعاملوا مع الأبليكيشن دي وإزاي بتأثر على علاقاتهم والديناميك بالذات في اثنين كابل بالذات بيتداخلوا مع بعض. ف اكتر حاجه جذبتني في الشخصيه ان هي بني ادمه سويه جدا في وسط بحر من الناس الغير اسوياء, ودي كانت حاجه انا كنت عايزه اعملها بقالي فتره نفسي اشتغل كاركتر كده. معيش سؤال تاني. في شبه في شبه ما بيني وما بين شيما, انا بحس ان في يعني لسه كنت بقول ان شيما متهيألي اكتر شخصيه انا مثلتها قريبه من في الحقيقه. في ايه؟ متفائله, ما عندهاش مؤامرات وبلان, يعني بتتعامل مع ناس بسجيتها تماما, عندها حسن ظن في الناس, رومانسيه جدا, بني ادم عندها اخلاق. انا كنت عامله بشكر في نفسي عشان هي شكلي وحش جدا, بس هي بني ادم حلوه الصراحه, شيء انا بحبها. مش بتعامل, بحاول اتجنبها الصراحه, يعني بخش كده اخش اسلم كده وامشي, بحاول ما اطولش. لا والله بصي, اللي يخش في خناقات على السوشيال ميديا بقى ده يعني ربنا معايا, بس هو يعني انا بشوف ان هي مشاكلها اكبر, مش مشاكلها اكبر لا هي بصي, هي السوشيال ميديا زودت على الناس لود, حتى البني ادم اللي مش مشهور هو في لود ما اتزود على السوشيال ميديا. مش مباح ومش كل دير يا جماعه, اي حد ماشي معدي كده يقوم ايه رامي كده.